تفضل خلينا نقعدي هنا بنحس ما يصير صدق راسكم محتاجين قاس قاس بس اصولا مو طول البيت ياخذ 10 مرات واحد ما ياخذ ولا مره انا ما عندي كل حد انا ما اقدر ادافع ويا الناس حتى اخذ حصه سووا فرد حله A big challenge for them is the need for water, for health care and fuel, as we are receiving winter now and the weather is increasingly getting cold. So this is the priority for the families, plus to the need for the food that we are going to provide them today. نحن من عمليات تحرير هاي شهر ونص ما قسم يعني من الناس استلمت له 20 وجبة يعني آلية التوزيع عشوائية كانت وقسم ما استلمت له صمونة أو قطية معجون إيه وعند هسه الناس عنده نقص بالماء الشرب ماء صالح للشرب اثنين النفط الأبيض ثلاثة يعني الوقود الكافة